والمهندس والطيار والمعلم، ومنهم من حاز أعلى الدرجات العلمية في جميع التخصصات، كلهم يدينون لك بالفضل بعد الله عز وجل. أستاذنا الفاضل، كل إنسان في هذه المدرسة يدين لك بفضل عظيم. منكم تعلمنا الانضباط، ومنكم تعلمنا الصدق والأمانة والجد والمثابرة. لم تغيرك كل هذه السنوات عن تقديم واجبكم على أكمل وجه، فما بال قوم يرون كل هذا النشاط ولا يحذون حذوه. شكرا.